مساء الورد والفل والياسمين عليكم، اخباركم ايه؟ وحشتوني، وحشني الاكل معاكم قوي. كتير من الامهات بتخاف تاكل اولادهم اندومي مع ان الاطفال بتحبه جدا، وبيني وبينكم انا كمان بحبه قوي. في فتره ما طلعت اشاعات واقاويل ان الاندومي ده شيء مش صحي، مع ان انا مش شايفه سبب لكده. لما طلعت الإشاعات دي، شركة اندومي بطلت تعمل معاه النكهات بتاعته، بقت بتنزل توابل بس، والتوابل دي كلنا بنستعملها، فكده زال الخطر، مع ان برضو اعتقد ان مفيش خطر. امريكا واليابان وبلاد كتير جدا بتاكل اندومي وبتعشقه وبتعتبره اكل اصيل عندها. النهاردة انا قبل كده عملت لكم فيديو للاندومي، مش فاكرة كان بايه، بس برضو الاندومي صحي، والمرة دي عاملة لكم اندومي صحي بطريقة تانية لذيذة جدا، صحية 100%، وهتعجبكم وهتأكلوها لأولادكم. المشكلة مش في الاندومي، المشكلة في تفكيرنا احنا، ان احنا بنصدق كل حاجة وبناخدها كده بعبلها. جربوا طريقتي في الاندومي، انا عاملاها بالفراخ والمشروم والخضار، طعمه تحفة وريحته تحفة، وانا متأكدة انه صحي 100%. جربوا الطريقة، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب والكومنت اللطيف. أشوفكم على خير، يومكم كله سعادة. فريخ، معايا على العين التانية بسلة وجزر بيتسلقوا بتوابل، بعد ما الفراخ اتشوحت معايا هننزل بالمشروم. وبعد كده هننزل بالبسلة والجزر بعد ما اتسلقوا وعصرناهم وفصلناهم. انا حطيت الاندومي في الشوربة اللي انا سلقة فيها الخضار. هتبدأي تتبلي التوابل اللي انت عاوزاها، معايا بصل بودر، بهارات فراخ، بابريكا، شطة، ملح وليمون، شطة وليمون، بودرة الثوم. وهنسيب الكلام ده كله يتقلب مع بعضه شويه. الاندومي بتاعنا اتسلق وسخناه، وكده الخضار والفراخ استووا والمشروم. هبدا انزل بالاندومي عليهم. انا ما حطيتش ملح، لان الشوربه اللي سالقه فيها الاندومي كان فيها ملح، فهظبط الملح وبعد كده اشوف اذا كان محتاج ولا لا. وطي النار شويه، ولما يكون الاندومي لما تسلقي الاندومي ويكون لسه فيه صوص، زي ما انا سايبه صوص كده، ما تسلقهوش للاخر علشان لما ينزل في الصوص ده ما يعجنش ويكمل سواه مع الصوص. هسيبهم مع بعض 5 دقايق على النار يتشربوا من بعض، وهظبط ملحي واجي اغرف معاكم طبقنا الصحي 100%. مساء الورد والفل والياسمين عليكم، اخباركم ايه؟ وحشتوني، وحشني الاكل معاكم قوي.
كتير من الأمهات بتخاف تأكل أولادهم أندومي مع إن الأطفال بتحبه جدا، وبيني وبينكو أنا كمان بحبه قوي. في فترة ما طلعت إشاعات وأقاويل إن الأندومي ده شيء مش صحي، مع إن أنا مش شايفة سبب لكده. لما طلعت الإشاعات دي، شركة أندومي بطلت تعمل معاه النكهات بتاعته، بقت بتنزل توابل بس، والتوابل دي كلنا بنستعملها، فكده زال الخطر، مع إن برضو أعتقد إن مفيش خطر. أمريكا واليابان وبلاد كتير جدا بتاكل أندومي وبتعشقه وبتعتبره أكل أصيل عندها. النهاردة أنا قبل كده عملت لكم فيديو للأندومي، مش فاكرة كان بإيه، بس برضو الأندومي صحي، والمرة دي عاملة لكم اندومي صحي بطريقة تانية لذيذة جدا، صحية 1000000%، وهتعجبكم وهتأكلوها لأولادكم. المشكلة مش في الاندومي، المشكلة في تفكيرنا احنا، ان احنا بنصدق كل حاجة وبناخدها كده بعبلها. جربوا طريقتي في الاندومي، انا عاملاها بالفراخ والمشروم والخضار، طعمه تحفة وريحته تحفة، وانا متأكدة انه صحي 1000000%. جربوا الطريقة، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب والكومنت اللطيف. أشوفكم على خير، يومكم كله سعادة.